الكلام ده بالبتاع ده، تمام؟ اليوهان دون. ماشي، هنا الميدو دراي أو الميدو دراي ده عبارة عن برودراج برضو عبارة، بس هو بقى مش ألفا أنتاجونست، ده ألفا أجونست. بيسبب بالنسبة للفازو كونتراكشن، يعمل للبلاد فيسلز كونتراكشن، يعمل فازو كونتراكشن، تمام؟ هنا هيزود البلاد بريد، هنا ده هيزود البلاد بريد، ماشي؟ هنا هينشط الفا 1 يزود البلاد بريشر، هنا كان هيقلل الفا 2 فبرضه تبع رفع البلاد بريشر، ماشي. معلش المذكرة بيكون فيها بعض الأخطاء يعني البسيطة في الفيزياء غالبا، حروف احنا بنحاول نعالجها احنا ماشي، تمام. الفيني فايرين ده أو الفيني إفرين ميثوكزامين ده عبارة عن سيلكتيف أجونيست، تمام. ده احنا بيتاخد اورالي او توبيكال. الفا 1 اجونيست يعني هو بيشتغل على الفا 1، هو التايم ريتد ثيرابي اوف هايبوتنشن، تمام. طيب كده ده ماله، ده عباره عن الفا 1 اجونيست يعني هيأثر او هيعالج الهايبوتنشن، تمام، يورينج السباينال انستيزيا. في حالات التخدير بتاعت السباينال، لما انت السباينال كورد لما تخدر فيه كده البيشنت بتاعك، فده العلاج الاول لو انت عايز ترفع الضغط، تمام. وبرضه بحاجات النيزل، حاجات النيزل كونجستشن، المشاكل بتاعت الاي كونجستشن او الميوزس، تمام. فهو لانه هيعمل هايبر تنشن وميدريسز، يعني هو اصلا الفيني افيرين، الفيني افيرين ده يعمل مدريسز يبقى هعالج بيه الميوسز، هيعمل هايبر تنشن يبقى هعالج بيه الهايبوتنشن، سبيشالي اللي بيحصل مع السباينال انيسيزيا، تمام. وبرضه هيعالج احتقان الانف واحتقان الانف. طيب هنا بقى الالفا ميثايل دوبا، الالفا ميثايل دوبامين او الدوبا، الالفا ميثايل دوبا اللي هو الفا 2 اجونست، ماشي. خدنا واحد الفا 2 اجونست هنا، ماشي. هنا بقى بيقول لي الالفا 2 اجونيست هنا يعمل ديكريز للسنترال سيمباثيك، بعديها هيأثر على البلاد بريشر، سيف فور بريجنانس اند فيتس. هو هنا تأثيره بالنسبة للبريجنانس للبريجنان او الفيتس مش هيأثر عليهم لانه مش هيروح عند على الحامل يعني، او في مش هينتقل للجنين ومش هيأثر عليه، تمام. لكن هيقلل لي اعراض السيمباثيتك يعني هيوطي الضغط. طيب تمام، كلونايدين او كلونيدين. طيب ايه قصه الكلونيدين ده؟ قال لك ده عباره عن الفا 2 اجونست برضه، فهو سوبريس ناروبتيك اند الكحول ويز جروال انفستيشن، يعني اللي هو عارف انت لما يكون واحد بينسحب من ادمان الكحول، يعني كان مدمن كحول مثلا وبدا يبطل ادمان الكحول، فده هيساعده، فاهمني؟ يعني عالق يساعد الناس على التوقف عن المخدرات زي سبريس يعني يوقف انك الناركوتيك الادمان تقريبا، او اللي هو ايه اللي هو المخدر يعني سبريس ناركوتيك يعني يخليك توقف مخدرات الكلونيدين. يبقى البتاع ده مهم، الكلونيدين ده مهم بيساعدك علشان تبطل كحولات ومخدرات، وفي نفس الوقت سايزيشن اوف سموكينج يعني الاقلاع عن التدخين برضه بيساعدك عليه. طيب ماشي، هنا بقى بالنسبه للسايد افكت اوف الفا 2 اجونست، فممكن هي تعمل جفاف دراي ماوس اللي هو زوروستوميا او الزيروستوميا، يعمل سيديشن وسيكشوال ديسفانكشن، برضه ممكن يعمل هايبر تنشن اللي هو بيعلي الضغط اصلا، كريزيس اف سادلي ويزدرو، ممكن يعلي الضغط شديد يعني يبقى ازمه في علو الضغط لو انت بطلته فجاه يعني ما بطلتوش جراديوال او ما بطلتوش بالتدريج، بطلته مره واحده، تمام. طيب هنا بقى الانفيتامين، الانفيتامين ده عباره عن اندايركت سيمباسو مايميتيك، اندايركت سيمباسو مايميتيك، كلمه مايميتيك يعني شبيه، هو شبيه السمبساوي يعني تابع السمبساوي، فهو هنا هيكتر
النور ادرينالين او النور ايبينفيرين كيزنج هايبر تنشن، يعني حاجه تسين بيساوي ويز ريلاكس برادي كارديا. الحته الغريبه بقى حته البرادي كارديا دي المفترض تاكي كارديا صح، لكن هو هنا بيقول لك هيطلع النور ايبينفيرين هيعمل هايبر تنشن مع ريلاكس برادي كارديا ات هاز سي ان اس اكشن باي ريليز اوف نور ايبينفيرين اند الدوبامين ان ذا برين. تمام، هو يعتبر العلاج المناسب العدد من الحاجات مثلا زي الناركو الناركو بيزاي. طيب كده كده الاندايركت سيمباسومايميتك ده اللي هو الانفيتامين ده بيطلع النور ايبينفيرين يعمل هايبرتنشن برادي كارديا ويعمل يعني ناركو ليباسي، ناركو ليباسي شويه تخدير كده اللي هو كرونيك ديزر اوف سليبنج، يعني تحس انك ناركو ليباسي يعني عندك رغبه النوم اللي هو كرونيك ديزر رغبه مزمنه كده في النوم او مستمره انك تنام. يعني الترنيشن ديفكت هايبر كاينيتك ديسوردر. تمام، هايبر كاينيتك ديسوردر ماشي، يعني مش عارف يركز وفي نفس الوقت يعني عنده مشكله في الحركه كده. تمام، يعني دي كلها اعراض مرتبطه بالمين بالانفيتامين. طيب التيرامين او التيرامين، التيرامين ده when used with MAO enzyme inhibitors ايه اللي هيحصل؟ قال لك ده ممكن يؤدي لحته الهايبر سنسيتيفيتي كريزس او كرايزس، يعني يحصل هايبر سنسيتيفيتي عنده زود عن اللازم بس السي ان اس اكشن بلوكد باي كوكايين، يعني نو سي ان اس اكشن، يعني مفيش مش هيبقى فيه تاثير على السي ان اس اكشن وممكن يحصل له بلوك بالكوكايين، وقفه بالكوكايين. طيب يبقى تيرامين اعرف عنه ايه كمعلومه لو انا عايز الخص واريح دماغي واعتمد على مبدا ايه، مبدا كلمتين وخلاص. تمام، فالتيرامين يعمل هايبرتنسيف كريزيس. وكلمه هايبرتنسيف كرايزيس اللي هو مش هايبرتنسيفيتي، هايبرتنسيف كرايزيس معناها هايبرتنسيف كرايسيس معناها ايه؟ اللي هو يعني حاجه مشكله في الضغط. تمام، هيتاثر جسمك بحساسيه شديده انه يبقى ضغط عالي. ايوه بس هي المشكله مش في الهايبرسنسيتيفيتي اللي هي السنسيتيفيتي اللي هو الحساسيه بتاعت الهستامين وكده، لا هايبر تنسيف يعني ضغط عالي، ضغط الدم نفسه. فاهمني؟ عارف انا عارف اوصل المعلومه ولا لخبطت الدنيا؟ عموما يعني اعتبرها هايبر تنشن. وبعد تيرامين يعمل هايبرتنشن، نوع من الهايبرتنشن. الإفيدرين ده قال لك بروفلاكسس اوف برونكيال ازما، بروفلاكسس اوف برونكيال ازما بس ما بناخدوش دلوقتي، نوت يوز ناو. بريفنت الهايبرتنشن، الهايبوتنشن بيعمل بريفنت الهايبوتنشن يعني ما يوطيش الضغط، انه لو الضغط وطي هتزيد السوائل اللي في الازما فهتزيد البرونكيال ازما. هو بيعالج البرونكيال ازما وبيمنع الهايبوتنشن، بيمنع النوزل او النيزل دي كومجيستا. طبعا كلمه دي كومجيستا يعني مزيل للاحتقان بتاع الانف، دي كومجيستا مزيل للاحتقان. هنا حته الكوكايين، الكوكايين ده اندايركت سيمباسوميميتك برضو، لوكال انيسيستك يعني مخدر موضعي، يعمل انهبيت للريليز بتاع النور ايبينفيرين. ماشي، بروبرانول ده برضو البروبرانول بيشتغل برضو اندايركت هو النادولول بروبرانول، هم نون سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني هم بيتا بلوكر بس نون سيلكتيف، بيعدوا البلاد برين بارير بروديوس سيديشن. تمام، يعني نوع من التخدير. هاز ذا لونجست هاف لايف، الهالف لايف بتاعتهم او الهالف لايف بتاعتهم طويله 24 اور. نو سي ان اس انتري، ما بيتدخلوش على العصب المركزي للدرجه يعني. طيب يوز ميلي ان جلوكوما، احنا بنستخدمهم لعلاج الجلوكوما العاديه، كلوز ذا انجل جلوكوما. تمام، او الجلوكوما عموما يعني. ماشي، هنا الاتينولول والبايزو برولول، اتينولول وبايزو برولول. خلي بالك بص اخرهم اولول، دي اولول مش عارف اولول او ال يعني، هتلاقيهم كلهم بيتا بلوك لو انت عايز البصمه بسرعه كده، يعني دايما النهايات بتدل على الوظائف،
حتى معظم الأدوية أنت تجمعهم كده هتلاقيهم كده، روبانول، نادولول، أتينولول، بايزوبرولول وهكذا. طيب دول بيعملوا الأتينولول والبايزوبرولول، دول بيعملوا كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر، هما بيتا بلوكر بس دول كارديو سيلكتيف، اللي فوق ما كانوا نون سيلكتيف خالص. نو سي ان اس انتري سيف ان أزمة، مش بيضروا في حالة الأزمة والديابيتس اند البريفرال باسكولار ديزيز والأمراض الطرفية الوعائية، يعني الأمراض بتاعت الأوعية الدموية الطرفية بريفرال باسكولار ديزيز. هنا بقى البينيدول، البينيدولول والأسيبيتولول، تمام، أو البينديلول، بينديلول، بينديلول، أسيبيتولول، أسيبيتولول، أسيبيتولول وبينديلول. مالهم دولة؟ دولة عبارة عن بيتا بلوكر ويز انترنسك سيمباسوميميتك، برضو مع كل بيتا بلوكر بيبقى سيمباسوميميتك، سيمباسوميميتك، تمام، هم تبع السمبساوي يعني، تمام. ليس بريديكارديا اور هارت بلوكر، يعني اقل من اللي قبليهم، البريديكارديا والهارت بلوكر. يوزد ان هايبرتنسيف، يوزد ان هايبرتنسيف هايبرتنسيف بيشنت ويز مودريت بريديكارديا، يعني الناس اللي عندها بريديكارديا هايبرتنسيف يعالجهم هو اللي عندهم ايه، لان هو مش هيعمل بريديكارديا، مش هيزود البريديكارديا، فاهمني، ولكن هيحل مشكله الهايبر تنسيف او الهايبر تنسيف بيشن اللي عندهم هايبر تنشن، اللي هم الكارفيدالول واللابيتالول او اللابيتالول. دول عباره عن الفا 1 بيتا 1 بلوكينج اكتيفيتي، ليهم اكتيفيتي انهم يعملوا بلوك الالفا 1 وبيتا 1، تمام، وهم يعتبروا فازودايليتور، تمام. يوزد ان سيفير هايبر تنشن، لو الضغط كان عالي بس سيفير سيفير هايبر تنشن هديله كارفيديلول، كارفيديلول، تمام. في حالة البريجنانسي لانهم مش هيأثر على البريجنانسي، الكارفيديلول برضو ممكن يعتبر انتي اوكسيدانت مضاد اكسدة. يوزد ان كورونيك هارت فيلير، في حالات الهارت فيلير تبع الكارفيديلول، كارفيديلول ممكن يستخدم في حاجتين، انتي اوكسيدنت وممكن يستخدم في حالات الهارت فيلير، ادي اثنين، والثالثه اللي هي بتاعت الهايبر تنشن، تمام، الهايبر تنشن في البريجننس سيفير كمان منه، تمام، مش شرط يكون سيفير يعني، هو يعالج الهايبر تنشن يعني، تمام. هنا الازمولول ده عباره عن الترا شورت اكشن، يعني هو شورت اكشن بتاعه صغير خالص، تمام، البي بالنسبه للبيتا بلوك ممكن من نص العشر دقائق، تمام. used in arrhythmias associated cardiac surgery، تمام. طيب used in arrhythmias، arrhythmias من الـ يعني مشكلة في الإيقاع بتاع القلب، arrhythmias associated cardiac surgery اللي بتوجع لخبطة القلب اللي بتحصل، اللخبطة اللي بتحصل في إيقاعات أو نبضات القلب أثناء الهارت سيرجري، تمام، أثناء جراحة القلب، تمام. ارثيريسمس، تمام، او اريزميا، اريزميا من او الاريزميا اللي هو من الايقاع يعني بتاع القلب، فهمني يعني. طيب النبي فيلول برضو زيهم فيلول، فهو بيتا والفا 1 ريسبتور بلوكر، هو بيتا 1 والفا 1 بلوكر، كان بيعمل فازو دايليتيشن، هذا بنستخدمه لعلاج الهايبرتنشن طالما بيعمل فازو دايليتيشن and erectile dysfunction، ومشاكل الاريكتيال اللي هي الاريكتيال dysfunction، تمام، الاريكتيال dysfunction مشاكل الاريكشن، ماشي عليه. طيب هنا بقى او الداي فيناي درامين، تمام، داي فيناي افيناي درامين او السيبرو ايبيتادرين، سيبرو البتادرين والكلور فينرامير، والكلور فينرامير، كلور فينرامير، ماشي. ما لهم الثلاثة دول؟ طبعا مع التكرار بتلاقي الاسم ظبط معك، طبعا في ناس حابة تحفظ النطق الصحيح بتاع الحاجة، ماشي، ده دي طريقة طبعا هي الأفضل وهي الصح. في ناس تانية بتحفظ اللي بيتكتب، يعني لو حرف سايلنت بيقراه،
على أساس لما يجيك في الامتحان ما ينساوش يعني. برضه يعني براحتك، أشوف الأحسن أنت تجيب درجة أنهي الطريقة الأنهي ومشي نفسك عادي، مش هتمتحن شفوي في الآخر. عموما الكلام ده بيعدوا البلاد برين بارير، وبالتالي هيعملوا بلوك للماسكرينك تمام، والأدرينرجيك ريسبتور الاثنين الماسكرينك والأدرينرجيك ريسبتور تمام، فيعملوا حتة تغذية سيديشن. طيب هنا بيقول لي الهيستامين اللي هو اتش 1 ان اجونيستس بالنسبه للفيرست جنريشن. طبعا اتش 1 ان اجونيستس يعني هو هنا المفترض الكلمه دي يعني ما كانتش تتقطع، دي كلمه واحده اصلا، الكلمه دي واحده بس اللي هي انتاجونيست تمام، فمعلش دي غلطه في المذكر يعني، هو عباره عن هيستامين انتاجونيست تمام. بعد كده الجماعه دول اللي هم الداي فيناي داي فيناي درامين ويستبرو هيباتي بير هيباتي داي والكلور فيناي رامير، دول بيعدوا البرين بلود بارير يعملوا سيديشن تمام، بيعدوا البرين بلود بارير البلود برين بارير تمام. كلمة سيديشن معناها تخدير، ان هم بيعملوا بلوك للماسكرينك والادرينرجيك ريسبتورز الاثنين، فهم عبارة عن هيستامين انتاجونيست تمام. ماشي اللي بعديهم اللوفاكسيدين واللورا فيدين، لوفاكسيدين ولوفاكسيداين ولولا ولورا فيداين وفاكيداين، مالهم دول؟ مش بيعدوا البين البلاد برين بارير تبع اللوفاكسيداين ولورا تايدين، مش بيعدوا البلاد برين بارير عشان كده مش بيعملوا تخدير. هم برضه عباره عن هيستامين انتاجونيست نو انتي ماسكرينيك اكشن، هم ما لهمش تاثير على الماسكرينيك. لونجين ديوريشن الوقت بتاعهم كبير، لوكال انسيستيك يعني التخدير بتاعهم بيكون موضعي، يوز ان الرجيك دي ذيس اوردرز يعني بنستخدموهم في مشاكل الحساسيه الالرجيك ديسوردر تمام. المهم البراكي البراكنشينيزم ده عباره عن مشكله كده مرتبطه اللي هو الشلل الرعشه اللي بتحصل، شلل الرعشه او الموشن ستيكنس اللي هو دوار الحركه اللي هو بيمشي وبدأ يتنفس، والفومتنج اللي بيحصل بالبريجننس، كل دول بعالجهم عن طريق مين؟ عن طريق اللو اكسيدين او اللو باتيدين تمام. هنا بقى بالنسبه للسايد افكت للحاجات اللي هي كانت هيستامين او اللي هي اتش 1 انتاجونيست ديت، السايد افكت بتاع الحاجات اللي هي هيستامين انتاجونيست انه يحصل سيديشن اللي هو تخدير كده، داي ماوس جفاف باللورين فيجن اللي هو يعني رؤيه ضبابيه كده او مش واضحه، دراج الرجي ممكن يحصل تحسس، ممكن اكسايتيشن يعني اثاره او كده في السينس. طيب الادويه اللي بعديهم الرانتيدين والفاما والفاموتيدين، الرانتيدين والفاموتيدين دول يوزد الرانتيدين ده، الرانتيدين ده لو انت فاكر عارف فوارتراني المشهوره، فوارتراني هو المادة الفعالة بتاعتها هي الرانتيدين، الرانتيدين والفاموتيدين دول بنستخدمهم للجاستريك ألسر، الجاستريك ألسر والزوليجر والإليجون سيندروم، سيندروم كده بتبقى فيها مشاكل في الانتستين اسمها إليجون أو إليجون سيندروم ماشي، ويعتبر بري أسيستيك ميديسين أو ميديكيشن. دراج إن تراكشن يعمل انهبت اللي هو السي واي بي 450 وبيزود الليفل بتاع الوارفارين تمام، عشان بيرتبط بالبلازما بروتين بتاعته. اند كونتراسيبيتيف طيب تمام، هنا انتي اندروجينيك افكت يعني ليه انتي اندروجينيك افكت يعني بيقلل الاندروجين تمام، الاندروجين ليه انتي اندروجينيك افكت ماشي، يعني عالج الامبوتنس، الامبوتنس يعني يعالج الحشد الجنسيه، العجز الجنسي والضعف الجنسي والكلام ده. الرانتيدين والفاموتيدين يعالجوا الامبوتنسي اللي هو الانتي عشان عندهم قدره على انتي ادرينرجيك افكت
بس ما ينفعش تاخدهم مع الوارفارين لان هم هيزودوا الليفل بتاع الوارفارين ده. تمام. والحاجات الكونتراسيبتيف برضه بيأثروا عليها. ايه هي الحاجات الكونتراسيبتيف؟ يعني مانع الحمل. كونتراسيبتيف يعني مانع حمل. طيب تمام. في نفس الوقت بيأثروا على الجاستريك ألسر، بيأثروا على السيندروم دي اللي هي متلازمة بمشاكل لمعة. ما علينا. اللي بعديها هنا بقى اللي هو ايه، اللي هو يعتبر نوع من السيرونين اللي هو 5-HT1A اسمه بيوسبون. طيب اللي هو ده ماله؟ ده عبارة عن سيرونين أجونيست. تمام. سيروتونين أجونيست، وبنستخدم أورالي فور كرونيك أنوكسيد علشان الحالات القلق والديبريزيشن الاكتئاب. تمام. برضو في حاجة تانية اللي هو 5-HT1D، هو بقى يعني 5-HT1A في 1D. ال1D هو اللي اسمه السما تريبتان. سما تريبتان ده عبارة عن أكيوت ميجران أو ميجراي، يعني نستخدمه لعلاج المايجرين، الأكيوت مايجرين يعني الصداع النصف الحاد وكده، أكيوت مايجرين. طيب علشان هو بيعمل فازو كونتراكشن تشيست بين، يعني برضه ممكن تستخدمه في التشيست بين. سو ات از سي تي ان، عشان كده بنستخدمه في حالات الانجينا بيكتوريس او بيكتوريس اللي هو الصدريه، الزرحه الصدريه، الانجينا بيكتوريس، وللبريفرال فاسكولار ديسيز. طيب البريفرال فاسكولار ديسيز ماشي. الميتو كولابراميد، اللي هو الميتو كلوبرا كلوبراميد، ميتو كلوبراميد اللي هو 5-HT، بس هنا فورو خلاص من غير دي ولا من غير إهاف ولا دي ولا إيه، فورو خلاص 5-HT دي اللي هو الميتو كلوبراميد. ده بنستخدموه علشان يعمل انهانس للجي اي تي موتيلتي، يزود الحركة بتاعت الجي اي تي. وفي نفس الوقت هو يعني كلمة بروكاينيتك يعني هي دي معناها أصلا. تمام. ان هو يعمل انهانس للحركة بتاعت الجي اي تي. تمام. طيب السيبرو هيباتادين، السيبرو هيباتادين ده عبارة عن سيروتونين انتاجونيست، بقى انتاجونيست مش اجونيست. تمام. عبارة عن سيروتونين انتاجونيست، وبرضه هو العلاج اللي بنستخدمه للكارسينويد تيومر بسرعة كده مع بعض. الكارسينويد تيومر سيبرو هيباتادين. تمام. انديوس برضه هو يعتبر فتح شهية، يعني كلمة انديوس ابيت يعني فتح للشهية. تمام. او محفز للشهية يعني فتح شهية كده. تمام. ده الانتاجونيست ماشي. تمام. اللي هو 5-HT2 انتاجونيست. تمام. ده تبع السيروتونين، هو عكس السيروتونين. سيبرو يبقى تقديم الانتاجونيست بتاعه واحد من السيروتونين اللي هو السيروتونين اللي هو 5-HT2. الأدوية اللي في الآخر دول اللي هم الميترجيد أو ميترجيد وكلوزابين وانديوستيرون. قال لك دول كلهم يعتبروا بروفلاكسس ميجرين، يعني اللي هو الصداع النصف. بروفلاكسس يعني بيقوا ويحموا من المايجرين اللي هو الصداع النصف. طيب هما برضو علاج للكارسينويد used in atypical anti-phycotic. يعتبر عكس السيرونين والسيروتونين وكده، يعني هو انتاجونيست بالنسبة للسيروتونين اللي هو 5-HT2 شبه السيبرو هيباتادين. تمام. آخر حاجة هنا بقى أوف برضو ممكن يستخدموه ككيموثيرابي، induced coma يعني ممكن يعمل كوما، وهو الانتاجونيست برضو اللي هو 5-HT3. تمام. يعني هو أصلا الأدوية الكلوزابين والأدوية دي بتستخدم لعلاج مين؟ لعلاج المشاكل النفسية، مشاكل الاكتئاب والشيزوفرينيا والانفصام والكلام ده، الصداع النصفي والحاجات السرطانيه وكده، الا انه ليه سايد افكت خطير، هو انه يعمل انديوز لكوما
والكوما دي ممكن تموتك، فاهمني؟ ده سايد افكت خطر يعني. بص على السؤال اللي بعديهم. المهم الأدوية اللي هنا دي في منها كتير مش مكرر يعني، تمام؟ وبالتالي احنا الأدوية اللي خدناهم اللي في المذكرة الأولى معظمهم كان مكرر، هم الريست اوف دراجز. دول انا هنزل لك المذكرة، انا هنزل لك مذكرتين صراحة، المذكرة دي والتانية على الجروب، وشوف انت مثلا لو دي هتفيدك، شوف انت بقى لو دواء معين عايز تفتكر خلاص، وعايز تفتكر عنه حاجة. اما هي أدوية كتير خالص مش علينا يعني، مش هنشغل نفسنا على الفاضي، كل ده في حاجات علينا ومش علينا. لو لقينا مثلا حاجة مناسبة نقراها بسرعة. هنا مثلا نفصل شوية في البنسلين، جي مش عارف بنزايل، الفيرن عارف مثلا في وجي مش عارف ايه، هتلاقي العملية هايصة شويتين تلاتة، تمام؟ من الكتب بتاعت الكلية أفضل وأسهل. برضه هنا مش حتة الجنريشن دول، هو هتلاقيه لميمها حلو يعني، الحتة اللي هي بتاعت ايه الفيرست جنريشن. فيرست جنريشن مثلا هيديني أمثلة بسرعة كده والكلام كويس. ليس أكتف أجينست الجرام بوزيتيف حلوة مع ليس أكتف أجينست جرام بوزيتيف كوكاي والجرام نيجاتيف روتس، يعني هي مش كويسة مع الكوكاي بس هي شغالة مع مين؟ مع مين؟ مع البوزيتيف العادي زي السيفلاكسين والسيفازون والسيفازولين والسيفالو، يبقى السيفالوكسين والسيفالوزولين، دي حاجات كويسة مع بعض البوزيتيف بس مش كويسة مع البوزيتيف الكوكاي والنيجاتيف، تمام؟ يعني فأنت ممكن تقراهم بسرعة كده. اتش انفلونزا دي طبعا يعني هتلاقي بعض الأمثلة في الكتاب وبعض الأمثلة مش في الكتاب عشان ما ترتبطش بيها، تمام؟ ماشي. أعتقدش إن كله هنا دخل على الأنتي مايكروبيال، ودول لو ذكرتهم من الكتاب أحسن لك يعني. هو الإيريثروميسين والأزيثروميسين كل ده تبع الماكروليدات، الإيريثروميسين ثلاثة الماكروليتس، بعدين كلاندامايسين ده شبه الماكروليتس بس مش تبعهم، برضه بيتكلم تاني على كل ده أنتي مايكروبيال يعتبر. مفيش حاجة اللي دلوقتي غير الأنتي مايكروبيال. والحاجات دي بقى بتاعت الديدان ممكن تقراهم من المحاضرة أحسن لك برضو، اللي هو بيسونول والبندازول بتاع الديدان اللي هي النيماتودا، كان النيماتودا مع البندازول، تمام؟ وفي الميبينيدازول يعني هتلاقي برضو الأدوية دي لو اتذكرت من المذكرة أفضل، فاهمني؟ بعدين الأنتي فيروس، وهو آخر حاجة كده يعني. المذكرة التانية دي باختصار يعني جمع ثلاث حاجات بس اللي هم والأنتي كانسر معاها، يبقى جمع أربع حاجات مع بعض. جمع الأنتي مايكروبيال المضادات الحيوية بتوع الميكروبات، ودول ممكن تذاكرهم أنت بسرعة كده كلمة ورد غطاها من المحاضرة بتاعت الأنتي مايكروبيال، وجامع المحاضرة بتاعت الأنتي بارازايت الأدوية بتاعت الديدان والطفيليات، ودي محاضرة واحدة مش مستاهلة برضو، وجامع الأدوية بتاعت الفيروسات الانتي فيروس او الانتي فيرال. اخر حاجه بقى جميعها هو اللي هو الانتي كانسر. دول في المذكره الاخيره اللي هي الريست اوف دراجز دي، حابب تقرا منها ماشي، هي في معلومات اضافيه وفي الدنيا يعني كتير، فماشي مش حابب براحتك. اما كده احنا خلصنا الادويه اللي كانوا ملخبطين بتوع الاسابيع الاولى اللي هم داخلين في المنهج. اتمنى تكون الفيديوهات دي مفيده ولو باي شكل، وعذرا لو كان فيها يعني نوع من الإرباك أو اللغوطة. بإذن الله يعني الفيديوهات اللي جاية تتحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.